وحول استهداف ميليشيا الحوثي منشآت مدنية في السعودية وموقف المشرعين الأمريكيين منها، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عايد الشمري. أستاذ عايد، مرحبا بكم. السيناتور الأمريكي لينسي جراهام صرح بأنه وبعض المشرعين يسعون لإعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب. مواقف المشرعين الأمريكيين هذه، ما الذي سيبنى عليها من الناحية السياسية والقانونية؟ هل سينعكس على إيران بما أنها الداعم الأول لتلك الميليشيات؟ مساء الخير عليك. أهلا بك. وعلى مساء الخير المشاهدين. طبعا هذا التصريح لا يمثل أي شيء لنا في المملكة العربية السعودية، ولا نعول عليه أي شيء، لأنه الإدارة الأمريكية الجديدة في أول أسبوع من توليها ومن دخولها البيت الأبيض رفعت الحوثيين من قائمة المنظمات أو الميليشيات الإرهابية. نعم. على أمريكا أن تحدد موقفها، وما حصل الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية عرفت أنه لا غنى عن المملكة العربية السعودية، ولا بد من أن يكون هناك تواصل سعودي أمريكي، وأن هذه السياسة الأمريكية التي انتهجها الرئيس بايدن هي خاطئة 100%. فالسعودية لها ثقل اقتصادي. نعم. وأنت ترى الأساس الأمريكيين والأوروبيين كلهم يحاولون، يعني سأضع بين قوسين، يترجون السعودية لإيقاظهم من أزمة النفط عالميا. ف يعني هذه التصريحات لا تؤدي شيئا. هم يتفاوضون مع إيران الآن في فيينا وهي الأب الروحي. هم يستطيعون أن يقولوا لإيران قولي للحوثي أن يقف وأن يتراجع عن هذا الدور التخريبي الذي أثر على تدفق النفط عالميا. أستاذ عايد، موضوع إعادة ميليشيا الحوثي إلى قوائم الإرهاب، هل تعتقد أنه سيمثل خطوة رادعة للتراجع عن الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية لدول الجوار؟ بالتأكيد إعادة الحوثيين تعتبر نوع من أنواع الضغط على هذه الميليشيات الإرهابية وعلى القائد الفعلي لها في طهران، ولكن نريد أن يكون هناك وقفة حقيقية من الغرب ومن أمريكا، لأن الحوثي لا يهدد المملكة العربية السعودية أو الشرق الأوسط فقط، وإنما يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي بحر العرب. ويعني كلنا نرى ما يحدث للشعب اليمني من تشريد ومن مجاعة ومن من من فلو الغرب أراد حقيقة أن يقضي على هذا لا وقف مع دول التحالف في الحديدة وفي موضوع مطار صنعاء. نرى كل هناك تواطؤ سواء من الأمم المتحدة أو من الدول الغربية مع الحوثيين للأسف. طيب أستاذ عايد، معلم إيراني في العاصمة طهران يعني نشر اليوم صورة لعبد الملك وحسين بدر الدين الحوثي، ماذا يمثل ذلك للمملكة العربية السعودية؟ هي صورة إرهابي. نعم. تعلق في من قبل دولة إرهابية، وهي لا تعني لنا شيء، ولكن السعودية في الفترة الماضية حاولت أن تتواصل مع إيران، ليس محبة في إيران وفي التواصل معها، ولكن لتثبت أن للغرب والدول الأخرى أن إيران يعني لن نستفيد شيئا من الحوار معها، هي تحاورنا في بغداد ثم تطلق يد الحوثي في صواريخه المسيرة علينا في السعودية وصواريخها البالستية، وكلنا يعرف أن هذه الصواريخ أو حتى الحوثيين لا يعرفون ألف باء، فكيف قادرون هم على أطلاق هذه المسيرات وهذه الصواريخ البالستية؟ فهي بالتأكيد بأيدي إيرانية وأيدي لبنانية يعني أرسلتهم حزب الله. فهذه الأشياء هي تمثل يعني دعما أو موجهة للداخل الإيراني وللسخفاء يعني. طيب من الناحية الجدلية، يعني ماذا لو زادت ميليشيا الحوثي من غطرستهم وزادوا من ممارستهم الإرهابية المدعومة من إيران في المنطقة على خلفية إعادتهم إلى قوائم الإرهاب؟ هل نتوقع في القريب العاجل خطوة أمريكية أكثر ردعا لهذه الميليشيات أستاذ عايد؟ المفترض أن نرى خطوة أمريكية جادة. أمريكا منذ فترة طويلة سحبت الباتريوت
من المملكة العربية السعودية وهو ما كشف الأجواء، ولكن السعودية يعني استطاعت في لفترات طويلة لستة أشهر أو أكثر تقريبا حماية المملكة العربية السعودية، ولكن هذه الطائرات المسيرة الصغيرة لا تقصدها حتى الرادارات الكبيرة، وإحنا يعني حتى البعض يستغرب من وصولها لهذه المناطق، فهي يعني أجهزة صغيرة صعب جدا نعم. على الرادارات اقتناصها، ولكن نتمنى أن يكون هناك خطوة أمريكية جادة، خصوصا أن هناك أزمة نفط عالميا وهناك، ولكن أستاذ عايد عفوا يعني في فترة إدراج إدارة ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية، لكنهم لم يعاملوا على غرار المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، أيضا لم ينالوا نصيبهم من القصف وملاحقة قادته، يعني ما سبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن يعني إيران تستخدم هذه الميليشيات، وأيضا أمريكا تستخدم هذه الميليشيات في الضغط على إيران في الملف النووي، ونعرف جيدا نحن أنها لو أرادت أن تتعامل معها كما تتعامل مع داعش ومع القاعدة، وبالنسبة لنا لا فرق لا بين داعش ولا بين القاعدة ولا بين حزب الله ولا بين هذه الميليشيات الحوثي، ففعلا أتفق معك تماما أنه حتى مع تصنيفها في عهد ترامب هو تصنيف رخو ولم يكن تصنيف جادا، ولم نشاهد أي ضربات كما يحدث مع القاعدة أو حتى مع الحرس الثوري كما قتل قاسم سليماني. فبالتأكيد أعود يعني التصنيف أو عودتها للتصنيف كمنظمة إرهابية ليس كافيا لنا في السعودية، نريد وقفة حقيقية، نريد من بريطانيا لا تتدخل عندما يصل الجيش التحالف يصل إلى الحديدة ثم تدخل وتهدد، نريد وقفة جادة من هذه الدول وترك الطريق لقوات التحالف لتصل لصنعاء. وعلى فكرة يعني الكثير يستغرب من عدم وصول قوات التحالف لصنعاء، لو أرادت قوات التحالف الهجوم بكل عنف وبكل تخريب، ونحن نعرف أن صنعاء مدينة تاريخية، التحالف يحافظ على هذه المدينة وأيضا يتعامل مع الموضوع باحترام للقانون الدولي الإنساني، ولكن لو أراد قوات التحالف حرق هذه المدينة لا حرقها خلال ساعات بسيطة. يعني نحن نستمع إلى ربما نشرات الأخبار وأيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع للمحادثات ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، هل هذه المحاولات قد فشلت في نهاية الأمر قبل أن تولد ربما أستاذ عايد؟ التصريحات الإيرانية قالت أن هذه المفاوضات لم تأتي بأي نتيجة، والسعودية لم تعلق على هذه التصريحات. السعودية كانت يعني لطيلة سنوات طويلة في عهد خاتمي ثم قبله عهد رفسنجاني وبعده عهد نجاد مدت يد التعاون لإيران، ولكن لم نرى منها إلا ميليشيات إرهابية وخلايا تجسس وتمدد في المنطقة. ففي اعتقادي الشخصي أن السعودية تتفاوض مع إيران لكي تثبت للعالم أجمع أن هذه الدولة الإرهابية ليست يعني دولة تحترم نفسها وتحترم مفاوضاتها، ولكن كلنا نرى أن هناك كان مفاوضات بين السعودية وإيران، وفي نفس الوقت إيران تطلق ميليشياتها في اليمن على السعودية، فهذا الخبث الفارسي للأسف لن ينتهي إلا بسقوط ملالي طهران. من الرياض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عادل عايد الشمري، عفوا، شكرا جزيلا لكم.